التقى سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال القمة العربية في دورتها العادية 30 بفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة، وذلك على هامش أعمال القمة. وقد نقل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى فخامة الرئيس الفلسطيني وتمنياتهم لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولدولة فلسطين وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والرخاء. كما تم خلال اللقاء استعراض القضايا المطروحة على القمة العربية في إطار التشاور بين البلدين الشقيقين، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة تأييد ودعم مملكة البحرين لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية. حضر المقابلة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية.